السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنبدأ موضوع جديد اللي هو تايلر and ماكلورين سيريز، اللي هو هذا مثال على الباور سيريز. So we have ماكلورين and تايلر سيريز. بدنا نتعرف what we mean about Maclaurin and Taylor series، وكلاهما هم عبارة عن power series. الفكرة من التايلر والماكلورين إنه تعطى اقتران، بدك تحاول تعبر عن هذا الاقتران بإنفينيت سيريز، لأنه لما أعبر عنه بإنفينيت سيريز قد يكون تكامله أسهل، قد يكون إيجاد الليمت إله أسهل. فأول إشي خلينا نعرف definition what do we mean about تايلر سيريز. if الx، إذا بده يكون معطى عنا اقتران هو if الx، هذا الاقتران has derivatives of all orders at x not. يعني هذا الاقتران المشتقة الأولى إله موجودة، والثانية موجودة، والثالثة موجودة عند النقطة x not. then we call the series، هاي series اللي بدي أكتبها بهذا الشكل اللي هي عبارة عن if x not، هذا تعريف تايلر سيريز، بلس اف برايم للاكس نوت. اذا بده يكون معطى عندك الاقتران والنقطه اكس نوت في اكس ماينس اكس نوت بلس اف دبل برايم للاكس نوت في اكس ماينس اكس نوت سكوير اوفر 2 فاكتوريال بلس المشتقه الثالثه عند النقطه x not في x minus x not تكيب على 3 factorial plus المشتقة رقم 4 and so on، المشتقة رقم k، طبعا هاي ليست باور وإنما المشتقة رقم k x not في x minus x not over to the power k over k factorial plus to infinity. هذا الشكل من نحكي عنه هو تايلر سيريز. فلاحظ هاي هي عبارة عن power series، اللي بقدر أعبر عنها هي عبارة عن سيجما المشتقة رقم k عند النقطة x not في x minus x not to the power k over k factorial where k from 0 to infinity. Okay. Now إذا كانت النقطة x not هي النقطة صفر، فهذه series، so we call this series Taylor. إذا هذه series رح نسميها Taylor series. لو كانت النقطة x not هي 0 تصبح هذه السيريز اسمها ماكلورين سيريز. معناته إذا كانت ال x not equal 0، المشتقة الأولى عند 0 موجودة، والثانية والثالثة أنت للمشتقة رقم k، فالسيريز f 0 plus f prime للزيرو في x plus f double prime للزيرو في x square على 2 factorial بلس المشتقة الثالثة عند نقطة صفر في x تكعيب على 3 factorial بلس up to infinity لعند المشتقة رقم k عند النقطة صفر x to the power k
over k factorial. هذا الشكل عندما تصبح الـ x not 0 ببطل اسمها تايلر سيريز، بنصير نقول عنها هي عبارة عن الماكلورين سيريز. وبالتالي الماكلورين هي حالة خاصة من التايلر إذا أخذنا الـ x not 0. ناو إذا بدي أقرب هذا الاقتران في بولونوميال من الدرجة الثالثة، معناته أنا ما ضليت أمشي للإنفينيتي، وقفنا عند الحد رقم 3، فهذا يصبح اسمه ماكلورين بولونوميال أو تايلر سيريز حسب النقطة. فالسيريز رح نضل نجمع للإنفينيتي، لكن لو سألنا ما هو the nth Taylor polynomial، شو رح نعرف the nth Taylor polynomial؟ إنه عنا اقتران، لكن هذا the nth Taylor polynomial، يعني أنا قربت الاقتران بكثير حدود من الدرجة n. رح يكون the nth Taylor polynomial هو عبارة عن for the function f x اللي هو معطى عندك بالسؤال، رح يكون الـ nth Taylor polynomial هو عبارة عن f الـ x0 plus f prime للـ x0 في x minus x0 plus f double prime للـ x0 في x minus x0 square over 2 factorial plus. بضل بهاي الطريقة لما نوصل المشتقة رقم n، يعني رح نوقف عند الحد رقم n، لأني أنا هون ما قربته بسيريز، قربت الاقتران في polynomial x0 في x minus x0 to the power n over n factorial. وبإمكاني هذا أرمز له كله، هو عبارة عن polynomial p of degree n x، يعني هذا الاقتران المعطى عندنا قربناه بكثير حدود حول النقطة x equal x not. هلأ لو كانت ال x not 0 ببطل اسمه nth Taylor polynomial، بصير عنا اسمه ال nth Maclaurin polynomial. في ال 101 كنا نعمل linear approximation للfunction، فكان linear approximation للfunction فقط لهذا الحد، لأنه هذا الترم هو linear من الدرجة الأولى. فالسؤال الأول how to find the Maclaurin series للاقتران. طبعا أول طريقة تعريف، في بعض الاقترانات رح نحفظهم وبناء عليهم رح نستطيع إنه نجد الماكلورين series. So for example find الماكلورين، مدام الماكلورين معناته النقطة المعطاة عنا الذي يكون عندها الاقتران قابل للاشتقاق، حتى يعني المشتقة الأولى عند هاي النقطة موجودة والثانية والثالثة حتى المشتقة رقم n. So find the Maclaurin series for الاقتران الأول. لو أخذنا الفونكشن f ال x e للقوة x، طبعا في بعض الاقترانات رح نحفظهم حسب التعريف. أول خطوة find f is 0، f is 0 equal 0، f prime لل x equal e to the power x، ومنها f prime عند النقطة 0 equal 1، f double prime لل x equal e to the power x، so f double prime لل 0 also equal 1. واضح انه المشتقة لو استمرت في هاي الطريقة، المشتقة رقم k للفونكشن حيضل e للقوة x، so المشتقة رقم k عندي الزيرة برضو حتكون 1. رح نطبق التعريف، معناته الماكلورين سيريز للإي للقوة x حسب التعريف. نكتب الديفينيشن f is 0 plus f prime للزيرة في x plus f double prime للزيرة في x square over 2 factorial. Now ما قيمة f الصفر 1، f prime للصفر 1، x f double prime للزيرة x تربيع over 2 factorial plus x تكعيب 3 factorial plus. لاحظ هذا الاقتران عبرت عنه power series، بدي أحاول أكتب الحد العام لهاي power series. بقدر أكتب هاي power series sigma x to the power n over n factorial n from 0 to infinity. فالماكلورين سيريز قدرت أعبر عنها as a power series where the x not equal 0. إذا كانت the x not ليست صفر تصبح تايلر سيريز، وهاي الباور سيريز الانترفال اوف كونفرجنس رح يعطينا x belongs to R.
بإمكاني أتحقق هذا الشرط. شو معنى هذا الشرط؟ إنه هاي السيريز مهما كانت قيمة X سوف تكون هذه السيريز كونفيرج للفونكشن E للقوة X. معناتها أول واحدة بدنا نحفظها إنه الماكلورين لـ E للقوة X هي عبارة عن so E to the power X هي عبارة عن مجموع X to the power N over N factorial N from 0 to infinity where X belongs to R. فقدرت أعبر عنها باستخدام power series. قلنا هاي رح نحفظها إنه الـ E للقوة X هاي الباور سيريز إلها، وبناء عليه بإمكاننا إنه نجد الباور سيريز لأي اقتران في E للقوة X. يعني لو بدي الباور سيريز E to the power minus X E to the power minus X بناء على حفظناها مكان كل X بدنا نعوض سالب X، فهي عبارة عن minus X to the power N over N factorial N from 0 to infinity. اللي هاي بقدر أكتبها بطريقة تانية sigma minus 1 to the power N X to the power N N from 0 to infinity وأكيد X belongs to R. فلاحظ بدل ما أعمل الخطوات الطويلة والتعريف مباشرة بإمكاني أطبق على اللي حفظناها للماكلورين سيريز. أوكي، لو بدنا الماكلورين سيريز لـ E للقوة 2X رح يكون سيجما N from 0 to infinity 2X to the power N over N factorial، وهاي بقدر أكتبها بطريقة تانية اللي هي عبارة عن مجموع 2 للقوة N X to the power N over N factorial N from 0 to infinity. وحاول انت انك تجد الماكلورين لإي للقوة X على 2 and the ماكلورين E to the power X plus E to the power minus X. اوكي، زي ما عملنا للإي للقوة X بدك تحاول انك تلاقي الماكلورين لا ساين الاكس بنفس الطريقة، ورح اوصل لصيغة هاي برضو رح نحفظها هي سيجما minus 1 to the power n x to the power 2n plus 1 over 2n plus 1 factorial x belongs to r حيث n from 0 to infinity. حاول انك برضو هاي حفظ انك تحفظها وتحاول انك تثبت عن طريق التعريف. لاحظ هاي عبرنا عن الاقتران ساين الاكس في باور سيريز، وبإمكاننا أيضا إنك تحاول تعمل لكوساين الاكس باستخدام التعريف، هو رح يعطينا سيجما minus 1 to the power n x to the power 2n over 2n factorial n from 0 to infinity. وبرضو تلاحظ هاي باور سيريز وحتعطيك الانتيربال اوف كونفيرجنس x belongs to r. هدول حفظ، لكن حاول برضو هومورك انك تتحقق كيف طلعناهم عن طريق التعريف. ولو حاولنا انه نجد الماكلورين سيريز للاقتران 1 over 1 minus x حسب التعريف، طبعا رح نوصل احنا هالعلاقة، خلينا نحلها ونطبق التعريف. F is 0 F is 0 equal 1. هلا لاحظ الاقتران F ال X هو عبارة عن 1 minus X to the power minus 1. F prime لزيرة اشتق هذا الاقتران minus 1 في 1 minus X to the power minus 2 في مشتقة ما بداخل القوس سالب 1، معناته F prime للصفر 1. now F ال X F prime للزيرو، هاي F prime لل X. اوكي، F prime لل X وعوضنا مباشرة F prime للزيرو. F double prime لل X
خلينا نكتب هون المشتقة الاقتران F برايم للإكس قبل ما أعوض كانت minus 1 في 1 minus X to the power minus 2. ومنها F برايم للزيرو. So هاي F برايم للإكس اشتقيت وبعدين عوضت. F double برايم minus 2 في 1 minus x to the power minus 3 في مشتقة ما بداخل القوس بتصير هاي موجب so f double prime للصفر equal 2. المشتقة الثالثة للاقتران 2 في ناقص 3 6 في مشتقة ما بداخل القوس بتصير موجب 1 ناقص x للقوة سالب 4 ومنها المشتقة الثالثة عند الصفر equal 6 عم بعوض 0. لاحظ كأنه المشتقة رقم k هي n مضروب يعني 3 طلع 6. لو جينا يعني لو بدي أشوف ما هي المشتقة رقم يعني أوكي المشتقة رقم 4 للاقتران x 6 في سالب 4 24 والسالب راحت مشتقة ما بداخل القوس to the power وبالتالي المشتقة رقم 4 عند النقطة 0 24. لاحظ علاقة ال 24 بال 4 اللي هي مضروب ال 4 4 في 3 12 في 2 24 يعني ما هي المشتقة رقم k للاقتران x هي عبارة عن k factorial. now بدنا نطبق التعريف إيش رح يعطينا؟ إنه 1 على 1 minus x الماكلورين سيريز إلها f الزيرو 1 plus f برايم للزيرو f برايم للزيرو برضو 1 في x plus f double برايم للزيرو 2 x تربيع على 2 مضروب المشتقة الثالثة 6 x تكعيب المشتقة الرابعة 24 x قوة 4 على 4 فاكتوريال بلس للما لا نهاية. فبالتالي بقدر أوصل إنه 1 على 1 minus x equal أحد هاي geometric series sigma x to the power n n from 0 to infinity. فحتى تكون هاي الباور سيريز converge في عنا شرط إنه x between minus 1 and 1 وتعلمنا هذا الشرط كيف بإمكاننا إنه نجد هذا الشرط إنه أوكي اللي هي الـ interval of convergence وهي من الاقترانات المهمة اللي لازم برضو نحفظها. فالماكلورين لواحد على واحد ناقص x هي مجموع x to the power n والـ interval of convergence between minus 1 and 1 يعني لو كان مكان x 3 مستحيل إنها تكون السيريز كونفيرج. فالهدف انه عبرنا عن هذا الاقتران بمتسلسلة لا نهائية. اوكي اعتمادا على هدول لو بدي احاول اجد الماكلورين سيريز للاقتران 1 على 1 بلس اكس بناء على حفظناها هون هذا الفونكشن بقدر اكتبه 1 على 1 ناقص ناقص x. هلا هذا المقدار سميه t فبدي اعوض مكان كل x سالب x so this equivalent to مجموع minus x to the power n n from 0 to infinity وتحت شرط انه القيمه المطلقه لسالب x اقل من 1 يعني القيمه المطلقه ل x اكبر من 1. هاي الباور سيريز بقدر اكتبها مجموع minus 1 to the power n x to the power n فهاي بتكافئ هاي والانترفال اوف فهون ما في داعي احل بالحل الطويل ارجع للتعريف لانه مباشره بختصر على حالي وقت اني اجد الماكلورين سيريز. لو كان الاقتران 1 على 3 minus x لاحظ هاي بتشبه اللي هي 1 على 1 ناقص x لكن فرق صغير. ما بدي ألجأ للتعريف بدي أعتمد على حفظناها. خد الثلاثة عامل مشترك هلأ بناء على حفظته هذا المقدار هو لك
نوتي انت حافظ واحد ناقصتي فبتصير عندنا الماكلورين 12 في مجموع x على 3 للقوة n n from 0 to infinity، ولكن تحت شرط انه القيمة المطلقة التي اللي هي اسمها x على 3 اقل من 1. فمعنى هذا الكلام انه x between minus 3 and 3. لو سألنا الـ interval of convergence رح تكون b minus a over 2. طبعاً ممكن نتبسط هذا الجواب أكثر، بقدر أكتبها اللي هي sigma n from 0 to infinity x to the power n على 3 to the power n plus 1. مجرد وزعت الباور ضربنا المقدار. أوكي، لو بدنا الماكلورين سيريز ل 1 over 2 plus 3x، بناء على اللي حفظناها أول خطوة لازم إحنا حفظنا الرقم واحد، فباخد التنين عامل مشترك، وهاي بقدر أكتبها واحد ناقص ناقص 3x over 2. فما هي الماكلورين؟ 1 half مجموع ناقص 3x على 2 to the power n n from 0 to infinity، هذا المقدار كله t. فكأني أنا عوضت باللي حفظناها هون مكان كل x المقدار t، وهاي بتكافئ. طبعا هذا تحت شرط إنه القيمة المطلقة لسالب 3x على 2 يعني بتصير موجب هاي أقل من 1، وهاي سميناها الـ interval of convergence، يعني القيمة المطلقة لـ3x أقل من 2، وهذا بكافئ إنه x أقل من 2 على 3 وأكبر من minus 2 over 3. فهذا يمثل الـ interval of convergence. بإمكانك تبسط الجواب توزع الباور. أوكي، لو حكينا x over 2 plus 3x، مجرد إنك فقط رح تضرب الماكلورين سيريز هاي كلها رح أضربها بأي مقدار x، فتصبح الماكلورين سيريز هي x over 2 sigma n from 0 to infinity، ضربناها هاي بx هي هاي سالب 3 to the power n x to the power n، وبإمكاني أدخل الx جوا المجموع وتجمع الباور وأدخل التنين برضو داخل المجموع، فبقدر هاي أكتبها سيجما minus 3 to the power n x to the power n plus 1 over 2 to the power n plus 1 n from 0 to infinity. لو بدنا نحاول إنه نجد الماكلورين لساين 2x، احنا حفظنا لساين الx والانترفال of convergence for all x belongs to r، فمباشرة بعوض مكانها minus 1 to the power n 2x to the power 2n plus 1 over 2n plus 1 and so on. تبراكتكس اكتر حاول انك تجد الماكلورين لا الفونكشن كوساين تربيع الاكس، المجموع لا يربع. فقبل ما افكر اني اجد الماكلورين لكوساين تربيع الاكس بدك تستخدم ايدنتيتي وبعدين تعبر عنها بدلالة، يعني كوساين تربيع الاكس شو المتطابقة اللي هي 1 زائد كوساين 2x over 2. أوكي، إذا الطريقة الأولى حفظنا هدول الأربعة وبناء عليهم إنه بدنا نطبق. ناو لو سألتك find a Taylor series for if x equal e to the power x about x equal 1. هلأ شو الفرق التيلر عن الماكلورين؟ معناته بدي أعبر عن هذا باور سيريز لكن about أي point about x equal 1، معناته لازم إنه الباور سيريز تكون بدلالة x minus 1 to the power n. أول طريقة بتفكر التعريف إنك تجد f1 f برايم، لكن بإمكاني مباشرة إنه الاقتران e قوة x أقدر هذا الفونكشن أكتبه بهاي الطريقة
e to the power x minus 1 plus 1. أنا بدي أحاول أعبر عنه power series about 1، يعني هذا الترم بده يكون مرفوع للقوة n. هذا الاقتران هو عبارة عن e في e to the power x minus 1. هلأ هذا المقدار كله لو سميته أنا t، بإمكاني أوجد الباور سيريز أو الماكلورين سيريز إلى القوة T، فهذا عبارة عن E في سيجما X minus 1 to the power N over N factorial N from 0 to infinity. ففي هاي الحالة عبرت عن الإي للقوة X على شكل باور سيريز، لكن ليست about X equal 0 وإنما about X equal 1. فهون أنا ارتحت أني ما أستخدم التعريف بناء على اللي حفظناه فمباشرة أنه طبقنا. أوكي، لو أخذنا الاقتران F ال X E to the power 2X about X equal 4. مدام about X equal 4 معناته يجب أن تكون هاي الباور سيريز x minus 4 to the power n. هلا لاحظ هذا الاقتران e للقوة 2x، بإمكاني أكتبه e to the power 2 في x minus 4 plus 4. يعني بصير هذا الاقتران هو عبارة عن e to the power 8 plus 2x minus 4. هلا هذا المقدار وهذا هو نفسه عبارة عن e للقوة 8 في e للقوة 2x minus 4. So this equivalent ل e للقوة 8 في هذا المقدار لو سميته كله t، وانت حافظ الماكلورين لإي للقوة تي، ومن هي تي هذا المقدار؟ فهي عبارة عن سيجما 2 to the power n في x minus 4 to the power n over n factorial n from 0 to infinity. فأنا استطعت أعبر عنها as a power series، ولكن كان قيمة الـ x not لهاي الـ power series قيمتها 4. أوكي، لو بدنا نحاول إنه نجد التايلر سيريز F ال X 1 over X about X equal 1. طبعا أنا بدي أحل about X equal 1، إلك homework بدك تحل about X equal minus 1 about X equal 2. هلأ مدام about X equal 1 معناته هذا الاقتران بدي أعبر عنه power series. هاي ال power series ال x not إلها 1، يعني بده يظهر عندي x minus 1 to the power n. الاقتران 1 على x، لو روحت كتبته بهاي الطريقة 1 على x minus 1 plus 1 في مشكلة؟ ما غيرت، ضفت وطرحت رقم. هذا الفونكشن هو نفسه 1 على 1 plus x minus 1. هلأ هذا الترم t وإحنا حفظناها، فبإمكاني أعبر عنها سيجما، أو إذا أنت ما كنت حافظها حافظ بس واحدة، بإمكانك تكتب هاي، هي عبارة عن 1 over 1 minus minus x minus 1. فرح يعطينا n from 0 to infinity minus 1 to the power n في x minus 1 to the power n. طبعا تحت شرط انه القيمة المطلقة، لانه هذا المقدار كله انا سميته t، القيمة المطلقة ل x minus 1 اقل من 1، وهذا المقدار اللي هو سميناه ال interval of convergence. فلاحظ 1 على x هي مجموع n from 0 to infinity minus 1 to the power n x ناقص 1 للقوة n. اوكي، لو نحاول نجد تايلر سيريز للاقتران f ال x equal sin ال x about ال x not هي by over 2. معنى هذا الكلام انه بدي اعبر عن الاقتران بتايلر سيريز
وهي power series بدها تكون as a power about x not اللي هي باي اعتنين، يعني بده يظهر عنا بالسيريز x minus pi over 2 to the power n. احنا حفظنا للساين. هلا ساين ال x بإمكانك إنك تكتبها بهاي الطريقة minus pi over 2 plus pi over 2، ضفت وطرحت ما تغير المقدار. حسب القواعد هاي عبارة عن ساين الإكس باي اعتنين في ساين في كوساين الباي اعتنين بروح الحد الأول زائد كوساين إكس ماينس باي أوفر تو، فهاي بتكافئ هاي. هلأ شو الماكلورين لكوساين التي؟ تخيل هذا المقدار كله سميته تي، هي عبارة عن سيجما ماينس 1 to the power n تي للقوة 2n x minus pi over 2 للقوة 2n على 2n factorial n from 0 to infinity. وأكيد الـ interval of convergence x belongs to r. أوكي. لو كان مطلوب منا مش التيلر سيريز، التيلر بولونوميال of degree 2، أكيد رح نوقف عند أي حد، الحد الثاني اللي هي of degree 2. معناته ملخص هاي المحاضرة إنه عرفنا شو هي التيلر سيريز والماكلورين سيريز، وبدنا نحفظ هدول إنه إيش من الأولى اللي هي e للقوة x اللي هي مجموع x to the power n over n factorial n from 0 to infinity x belongs to r 1 over 1 minus x هي sigma x to the power n n from 0 to infinity the absolute value لل x less than 1 sin x equal minus 1 to the power n x to the power 2 n plus 1 over 2 n plus 1 factorial x belongs to r كوساين الاكس هي عبارة عن سيجما n from 0 to infinity minus 1 to the power n x to the power 2n over 2n factorial x belongs to r. طبعا بالإضافة لهدول رح نضيف بالمحاضرات الجاي another infinite series إنه لازم إنك تكون تحفظهم، وبناء عليهم بإمكاننا إنه نجاوب أي سؤال. فالمحاضرة القادمة إن شاء الله رح نكمل تطبيقات على التيلر والماكلورين سيريز، وإنه كيف نجد تيلر بولونوميال وماكلورين بولونوميال.